نعم. شيخ عبد الله، بالنسبة للعاطس، إذا عطس في الركعة الرابعة ثم شمته أخوه بقوله عافاك الله أو شافاك الله، بماذا يرد عليه؟ أي نعم، العاطس إذا عطس أول مرة تقول يرحمك الله، ويجيب بقوله يهديكم الله ويصلح بالك، الثانية مثله، الثالثة مثلها، في الرابعة إذا كان شمته ثلاثا من قبل يقول عافاك الله إنك مسكون. ولكن ماذا يقول العاطس؟ نقول قياسا على التحية، حيث قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أن يقول العاطس إيش؟ عافاك الله أو إياك أو لك مثله،